سوي نفسك شريف وصاحب مواعظ، طلعت مجرم بالنهاية. أفا يبا والله ما سويت شيء، يبا تكفى طلع لي مني، والله ما سويت شيء. اتخسي اتخسي يا الكلب، هذا مكانك انت ويا ربعك الخمة، بس فالح اللي تعطيني المواعظ والحكم. أنا يبا سويت شيء؟ ايه انت على منو؟ أنا سجني ألعب لكن ما ذبحت رفيجي. سجوا منكم أمامي الخمة. حاجيك عاد سكت أبوك يا أخي. شب 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 ولا كلمة. يبا يبا مو وقت الحكي، يبا ما سوينا شيء، طلعني مني تكفى. يبا امبلا سويته، وانسألوني بقول انكم ما تحبونه وكله تخانقونه عشان تخس هني انت ويا ربعك الخمة. قردف انت ويا عدل فدلت هيا الخمة. لا 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 الحبيب لا، هذا مصج ابوك مصج بيقول الكلام. اشتغلاني شنو اشتغلاني؟ مو ابوك ما تعرف طبيعة انت. بلا اذا بلا عين هذا خلصني، وقسم بالله قال هالكلام لا اتعرضي فيك. يبا 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 حبيبي بتمر الجمارك اليوم؟ ليش؟ لأن طلبيات ليش مو وصلت. زين عمر تبي تروحين المعرض دايركت ولا عندك شغل ولا ايش موضوعك؟ نو دايركت معرض، وعلى الضحى بمر زبون علشان اوريها تصاميم الكروت. ايش حق؟ انا مو قايل لك بخلي الزباين يجون المعرض، ايش حق توعدين من برا بعد؟ حبيبي شو اسوي بعد مرة واحدة علشان هي تبي تكسب وقت، تبي توريني تسريحتها والنفنوف وهذا، تبيني انقلها اعطيها رأي. كان ممكن تصور لك وتوريك. حبيبي لازم نكون مرنين مع الزباين. ايش فيك؟ اي بعدين انت لازم تدري كل شيء مرتبط ببعض. والله عدالي كثرة. انت لا تحاتي، انا مو كل مواعيد راح ارضى اطلع فيها برا، بس اللي احسها ضرورية. وانا واثق انك تقدري الرأي. اكيد. سلام. صباح الخير حمد. صباح النور. وانا وانا زين زين يايا. يلا يبا خلص هاي بسرعة خلص Thank you.
ترى انا اليوم عندي بروفا واحتمال اتاخر. لحظه، انا بفهم شغله الحين، يعني تحسبين اذا استمريتي تجي تلبسين وتعاندين هالشيء هذا يعني بيعدل العلاقه اللي بيننا ولا شنو؟ وانت حس بالك لمن كل يوم تحن على نفس السالفه، ايش كثر بتحمل قبل لا انفجر؟ والله عاد انا اللي راح انفجر يعني، ما يصير شي كل ما قلت كل ما رجعتيها بالطوف، عايش حياتك بالطول بالعرض وانا مو همك. حضرتك ما قلت لي ان انت السيد قبل لا تتزوج، كان قلت لي اشوف اذا لايقين على بعض ولا لا. والله انت ترجعين حق كلامنا قبل الزواج، احنا اصلا ما اتفقنا انك تكملين بهالمجال. بس انا مخرجه مو ممثله. مخرجه ممثله، انا حياه الوسط هذه كلها ما تعجبني. تاخير ومعجبين وما ادري شنو، هذا الشيء كله ما يناسبني. والله حبيبي كيفك، هذه شهادتي وانت تبيني اشتغل مثلا. احنا اتفقنا تصيرين معيده. والله نسبتي ما تسمح لي، شنو تبيني اقعد بالبيت ما اشتغل؟ والله عاد مو مشكلتي بعد. اي صح مو مشكلتك، هذه مشكلتي انا وحياتي انا. شوف ريم، ترى اللي بقالك بقلبي هالكثر، وإذا بتتمين كذي تعاندين صدقيني حتى هالشوية هذه راح تخسرينها. بس هذا؟ مستهينة بهذا انت؟ لا بس توقعت اني راح اطبق على بيت او اثاث. شوفي هذا اول تطبيق، الحين بنسوي مربع هذا 3 دايمنشن ويش تحركينه وتضبطينه شوي، وبعدين عاد بنطبق على البيت واثاث وكل شيء. انت ايش فيك مستعيلة؟ لاني شاطرة وحابة اتعلم كل شيء بسرعة. طبعا انا اثق بتعليماتك وادري كل اللي تقوله راح يكون لمصلحتي، فراح اسوي اللي تبي. كلش مو وقتك تفشليني بنص الشارع، بحبي بتوقف علي، كلش مو وقتك. نعم. لا شكرا. صجع هذه؟ نعم.
حمد تكفى الحق علي السيارة وقفت بنص الطريق ما أعرف شو أسوي. إيش فيها؟ ما أدري إيش فيها، كانت تمشي طبيعي فجأة وقفت، أنا ما أعرف هالسوالف. إنزين دقي دقي على الوكالة شوفي خليه يدزولك وينش، خليه ياخذونك أنت والسيارة بالوينش. تكفى حمد تعال، يعني حتى لو يا الوينش أخذها أنا شو أسوي، أرد بتاكسي؟ ركبي ركبي سمعي سمعي دقي دقي على واحدة من رفيجاتك ختمرج، مو فاضي أنا طالع أنا شلون يعني تعي أخذ سيارتك وأخذك من الشارع دبري عمرك. رفيجاتي كلهم بالدوام، يعني شو يقولون ما عندي أهل أنا؟ الحمد لله. زين سمعي وين مكانك أنتي؟ يلا زين زين اي دليت الحين اي انا يلا باي. يعني هذول اللي راح يكونون عند الكوشة؟ هما اربع، ثنتين عند الباب وثنتين عند الكوشة. يلا يعني بعد بقى ثنتين والعرس هالاسبوع. اي ادري بس مالك شغل، ان شاء الله راح اخلص الشغل كله. أسون ما اخلص واحده راح ابدا بالثانيه والثالثه. عطني 3 ايام والشغل كله يكون جاهز ان شاء الله. قدها وقد لك ان شاء الله. بس هذه الورده الميته حرام. اوكي. ترى انا عندي راح اغيرها ان شاء الله. نغيرها. شيلها هذه. حتى الثانيه. مو ناوي تسوي شيء مع ابوك؟ فواز ترى انت لازم تشوف لك حل مع ابوك، هذه ما هي حال بين يوم وثاني حرقك يا حافك باللي بيده. ترى مو كل يوم مو كل مره تعدي السالفه. شو اسوي ابويا؟ اسمعني انا قاعد اقول لك هالكلام من خوفي عليك، ما بيصير فيك شيء باكر من عنف ابوك، من راح يفيدك؟ فواز انت تدري شنو يعني ابو؟ الابو يعني الامان. أبوي ما يعرف هالكلمة كلش. أصلاً أبوي بعض مرات أحس إنه لو مطالع من السجل أحسن. دام كذي إذا صار شيء مرة ثانية روح اشتك عليه. إذا مو خايف على نفسك خاف على أمك، ما تدري إيش راح يسوي فيك. صح. مو بعيدة يذبحها. تصدقين؟ حتى مستخسر فلوس الدول يدفعها حقه. إيش كثر أبوك قاسي؟ تكفى. هذا عادي مو عيب تروح تشتكي عليه. مش اشتكي عليه انا، مو بعيده يقطني بالشارع انا وامي. الله كريم خلينا بشغلنا. صح انت بعد تدري. السلام عليكم. عليكم السلام. تمام. رحت الجمارك اخذت الشموع؟ لا والله ما رحت. صدقك حمد ليش ما رحت؟ رحت اودي سياره هبه لقيت فيها. نعم وخليت شغلي الضروري اللي انا طالبتها منك. شنو أولى يعني أروح أجاب الشموع ولا أشوف سيارة البنية؟ لا طبعاً أنا أولى وأنا أهم. خلاص زين نتفاهم بالموضوع هذا بعدين. لا لا مو بعدين، هذا مو كان شغل، الشغل اللي أنت ما سويته اللي أنا طلبته منك. توقعت اني راح اضبط لهالدرجه بصراحه. اي يعني ما شاء الله انت اي شاطره وبسرعه تستوعبين. يعني راح تعلمني اشياء اصعب من هالمربع؟ انا اصلا اتوقع قبل فتره انا اللي بيو بتعلم منك. لا لا عاد مو لهالدرجه. ها فواز حلو اللي سويته؟ حلو اللي سويته؟ اي وايد حلو وايد حلو. وعاد انا علمني كذي بعد بصير معاكم. لا لا عشان صار مخامط شي تبي تاخذ وظيفتي خلاص من سبق لبق. نشتغل طلال يعلمنا والاحسن يكمل معه ولا ايش رايك طلال؟ والله شوف عاد اللي رنا تقوله انا حاضر. وانا طبعا مو موافقه. شوف هذا اي معصبه مو عاجبني. باي نبره تبيني اكلمك حمد وانت مطنشني علشان خاطر هبه؟ يبا مو مطنشك قاعد اقول لك الموضوع ضروري حال بيه حايشه ضغط ورحت اجيبها بعد شو اسوي؟
صح اي وركبت معك السيارة وشفتها عدل ولا مو عدل؟ بعد لازم تركب معي السيارة البنية، يعني اخلي البنية واقفة بالشارع. شان قلت لي؟ شان قلت لي انا اروح اخذها وانت تروح تودي سيارتها. في جدال يا الله يحداك، انت مو قالت لي يوم عيد ميلادها ان علاقتكم مع بعض مو زينة؟ بعدين ترى مو عدل اطلب منك هالطلب انا. اي صح، اي اوكي حمد. انا طلعت الحين اللي ما احبها وانا اللي مو زينة، صح. انا قلت شري؟ اي شنو قلت حمد؟ طلعت شايل بقلبك علي طول هالفترة من ذاك اليوم علشان خاطر هبة؟ صح انت شكو، انت لو تدري عني ملاهي عني وطول هالفتره ملتفت بس حق هبه شان دريت انت شكو. اكيد انت شكو. والله حرام دولي كلش ما تستاهل. اول مره اشوف انت هالشلون، شو صاير؟ كلها من هسوسه بنت خالي هبه. عندكم رفعك طول وقتها تميلها لحمد وهي تبي من زمان وتسوي اي شيء بس عشان غير داليا. احمد اخوي ما ادري ايش فيه صار الفتره لين معاها وانا مبطل شبدي منه. شكلك تكرهين بنت خالك وايد. كريهه ودعله وانانيه وما تنحب كلش، فوق كل هذا خبيثه. والله ودي تطلع من بيتنا وافتك منها بس شكلي انا اللي بطلع وهي لاصقه. عجبك تقول عني حقوله صح؟ لا بالعكس انت وايد عفويه وعلى طبيعتك. وهاي شيء زين ولا شيء؟ وايد زين. الو هلا داليا، مشيتي كنك؟ يا انا لحقت ما حصلتك كلش. تبي تردين ولا لا عشان اعرف اشتغل بالجره ولا انطرج؟ شيش في شي تبنيش؟ لا مشكور فواز، اذا احتجت شي راح ادق عليك. اكيد على طول دقي اي شي تبين، انا تحت امر الصلاة. اعرفك ما تكسر كذي، معزتك كبيرة. حمد موجود ولا طلع؟ لا موجود بالمكتب. دشيت عليه شفته؟ لا ما دشيت. تبني ادش عليه اشوفه؟ اخاف اذا رحت له يحس ان انا اللي قايلت لك. تبينه ما يحس؟ ما خلي يحس، تامرين امر. فواز I have to go أكلمك بعدين. مع السلامة. عليك بنيتي زين سويتي. هي
تعفي علي عمتي كني انا مخططه، كل شيء صار بالصدفه. عادي انا ايش قلت لك؟ صبري وكل شيء بيصير. صدق عمتي ترى هو تغير من يوم عيد ميلادي، ما ادري يمكن يعني اثرت فيه يوم بكيت وقلت له بهد البيت اذا هالشيء يريحك، بس هو ما رد علي. شفت شلون ولدي واعرفه قلبه ابيض وحنون، عاد الحين ابيش تعرفين شلون توصلين لقلبه. اي بس اخاف كسره خاطره. واذا كسره خاطره عادي، انا ابيك الحين تخلينه يحبك مو تكسرين خاطره. شلون شلون يعني؟ اهتمام زايد، كلمه حلوه، ابتسامه. مو انا هذا اللي كنت اسويه قبل وما فاد. يا يما قبل غير والحين غير. قبل كان عنده داليو مهتم فيها، الحين خلاص صارت عنده. والريال المرة لما تصير عنده يتغير. فهمتيني؟ انزين يا اخي، قبل لا تاخذ البنية عذبتها وديتها معاك، واللي ما خذيتها قمت تبتيها وتعور قلبها. انت شنو؟ ترى قالي تستاهل الواحد وايد احسن منك، تستاهل الواحد يهنيها ويحطها بعيونه من نفس اللي انت قاعد تسويه. ايش فيك؟ ها؟ شنو؟ ايش فيك مبطل باب علي قاعد تخزي؟ ايش تبي؟ لا ماكو شيء، بس بغيت اقول لك ان احنا عندنا شغل هالاسبوع ضروري ولازم نخلصه. وداليا قالت لي لا تشتغل بالشغل لين انا ايه. ما ظنيت انها هي راح ترجع، هي طلعت شكلها وايد تعبان. زين 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 انا اكلمها. ادق عليها. ايش فيك؟ ليش الحين واقف؟ ايش تبي؟ لا ماكو شيء. علمك. ايش في هذا الخبل هذا؟ لا مو كذي. لا لا انا بروحي بعرف. ما خلصتي؟ لا بعدين بقالي ساعه ونص، ليش امشي الحين؟ بطلع انا. انزين روح وبعدين تعال، عفي حمد قاعده تعلم شيء ضروري. زين خلصتي دقي علي. زين ان شاء الله. يلا على انت لك طلع. خذ راحتك حبيبي. انزين ممكن اجرب انا اذا ما عرفت انت تسوي لي؟ يلا جربي. الو دقيتي على المريضة اللي قلت لك عنها؟ ما ترد؟ كم مرة دقيتي؟ لا خلاص بس، لا بس ما داعي تدقين بعد.
ما تقولي لي عسى ما شر. من راحت بنتك بتريلها وانتي ما تدلبوس، ايش فيك؟ والله حازب خاطري، بنتي راحت لا عرس ولا زفه، ما فرحنا فيها. وي الله يحدعك، بس بنتي صار لها اسبوع ببيت ريلها وانتي على نفس الموال. كان بودي اسوي عرس احسن واكبر من اللي سووه حق بنتهم واكسر عينهم اللي ما اعطوني الا كم بطاقه. وانتي بعد ايش دعوه بتعطينهم 100 بطاقه؟ بتعطينهم بطاقتين ثلاث يعني واحده بواحده؟ لا والله، كنت عطيتهم نص البطاقات علشان اعلمهم الناس السنع واللي تعرف الاصول، انا مو مثلهم. يا بنت الحلال، بنتك اللي قالت ما تبي عرس تبي فلوس العرس علشان يسافرون فيها. كاهم قاعدين ما راحوا. يا بنت الحلال عندها امتحانات، ما تقدر تسافر لبنية الا ما تخلص. ايه على ما تخلص امتحاناتها الا طايره نص الفلوس. سمعت انا الفلوس طلعت من ذمتي، عطيتهم الفلوس وهم احرار يسافرون فيها يصرفونها يحرقونها كيفهم. انت ايش عليك منهم؟ حقي اخترتي هالمكان؟ ما في احد. زين كان قاعدنا بالمكتب سولف هنا احسن علشان لا تقول لي قصر حسك وصوتك عالي. زين في البيت؟ خلاص عرفت عرفت. داليا ايش فيك انت؟ فيني انت تغيرت. اي تغيرت بس مو بالطريقة اللي ببالك. انت صرتي تغارين على شغلات ما لها داعي. تبي اقول لك ليش؟ لاني شفتك واقف معاها بالليل ولما سألتك قلت لي توك راد، وانت اصلا كنت راد صار لك اكثر من ربع ساعة. متى هذا؟ يوم عيد ميلادها لما رحت شريت لها اجنطه ماركه. ولا تقول لي امك، لا تقول لي امك هي اللي دافعه الفلوس، ادري ان انت اللي دافع من جيبك. تعالي انا كنت طالع ترى معصب، وبعدين انا رحت المحل والمره هي اللي اختارت وهي اللي غلفت، ما ادري عن شيء انا. زين تدري ان من يومها وانت تكلمها بريج حلو وتحفظ تكلمني قدامها؟ يبا عشان امي. ايش فيك؟ انا بيهم بس يطخون عنا عشان تخف عنا المشاكل. زين سمعي الحين، انت تدرين ان هبة هذه ما تعني لي شيء ولا ما اخذها من بالي ولا شيء، وتدرين ان انت بالنسبه لي كل شيء. ليش قاعد تلفين وتدورين معاي؟ انت تدرين شو اللي بقلبي حقك ولا ما تدرين؟ تعالي. ليش ما ذكرتني بهالحكي من زمان؟ ليش ما تتكلم حمد؟ بس المفروض كوني حافظه هالكلام على التاليه، وبعدين لما يصير في شيء ببالك تين تقولي لي، لا تخلين كل شيء بخاطرك وبقلبك تمين تحوسين. لا راح اخش عليك مثل ما انت خشيت علي انك سولفت معها. يبا انا كنت معصب، وبعدين تالي الليله قاعد اشرح لك وابرر لك، ما كان لي خلق كلش. انا بعد كنت متضايقه لان متهاوشه مع امي. ليش في امك بعد؟